عند الصوت ديال الشفارة وخاي وما شفارك معوض لينا، غنمشي نقولها معوض لينا، تقول لنا بس نعرفك معوض لك. هادي الأستاذ يحيد لي النقطة تجيب لي من اللي ساعة القسم. أنا بات نتاقب أنك أنت معوضك وتبعلك كعيبة ومسكسي واحد ما تصبعه. البتي قدوش يوقفوا على الدراري، هي كتوقف عليهم. واي واي شنو هاد الشي بايض ولا شنو هاد؟ قلبت حبة كاملة. القضية مظلمة شوية، دابا تشعل الضوء ولكن بحال هكا مزيان، ولكن دابا مع باقي الضوء تاع النهار ما عرفتش. المهم صافي غنسد الضوء ونخلي الإضاءة بحال هكا. لاباس عليكم، بخير، كلشي مزيان. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كامل مزيان. اليوم غادي نرتاحوا شوية من الكرة وغنمشيو نضحكوا، نضحكوا تاني نخلقوها. سو اللي كيشوفني أول مرة ما تنساش واحد لايك سبسكرايب كومنت. نشوفكم في فيديو. علاش ديما كتغلطي الانترو مع الاوترو؟ المهم ليتس جو تو اور فيديو. بما ان الكاسك مدي شارجي غادي نحاول نريكورد لكم بحال هكا، بات فاش غنكون كنكومونتي غندير بوز على الفيديو يو باش ما يتخربقش الصوت تاع الفيديو مع الصوت ديالي انا. المهم نحاول نضبط لكم داكشي. سو بسم الله نبداو مع اول فيديو ديالنا. دابا هنا كيفاش دابا ديسني بطاو الايواز الزاول شنو تبع الجوج. وات بقلك واحد السروال كيفاش طاح؟ على شي واحد طاح عليه السروال؟ انت بعد جوج بنات تابعهم يا حسب بقات كيشوفوا فيها بحالك، دخلت لهم الشك. اللي بعث لك الريز حاب يقول لك صباح الخير. صباح الخير. تدل على الاريك، تدل على الاريك، تدل على الارض، تدل على الارض ناريه مات. كان يحيى انجيلو، كان مختبر ديكستر، شكون اخر مازال؟ جينيريتور ريكس، لاب جاك تشاودر، كون خور مازال تاع بزاف د الاولد بات جولد. ولكن دوماج دابا ولاو كيديروا الريبوت وداك الشيء، حتى واحد مابقى اصلا كيتوقف التلفازه. استاذ وصلت لعند سميتي وفاتا حيت كيعرفني انا. هلا رونالدو وميسي. رونالدو بنجة بنجة شوف ذكي من شركش بنجة. اش علاقة دابا رونالدو بطفل ذكي؟ والطف ميسي عمك. اوكي تصوروا دابا فيلم فيه انا وداداس ورافق شنو ديال مجدولين؟ داداس ورافق بوكر وهذا طوطو. كيفاش دارو؟ غرامة مالية بويكوت سالي مع غندخل صافي كتسمع سدي الباب وراي البالا. والله العظيم قلت لك فعل الخير اللي بغى الفيلم راه بديبو ناري ربي سدي الباب ورا البالا. ايوا دابا بلاط امتى يدعي لنا الالبومات ديالي؟ دابا راه شهر 10 وهذا حاليا هو تاني بدا يقول لك خدام. انا باقي كيخرج بدا يقول لك ثلاثة جوج واحد اح دابا شوف مسكين يلاه استوعب عقله وبدا كيقول راه شي دقانة تحس بدقة ألم. واو راه ربي اوف يا ربي السلام. اش بغاو فيه مسكين وناس وطارق لي خونا لايف زعما راه ماشي. واو 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 داك صاحبك اللي ما عندوش مع الصواب. السلام عليكم. السلام عليكم جاي من مكة. انت وليدي مالك مالك جابوا لنا الله
انا نولي الشيطان الحاج. انا الواد وكيس هضره خضراء. لا تقعد على ريال، لا تقعد على البورصه. بدينا تاع بعد واحد القضيه فين ما خسرتو كتبكيو كتلصقوا في الحكام ولا حقا راه دبرتو. الله يهديك الله يهديك. ما نسقوش في حكم، ولكن حكم تيبقى يقول البينالتي يا فافور ديال ريال مدريد. انوت صافي حفظت الكلمه الاسبانيه غنصط عليكم راسكم بها. ما علينا، شوف النقاشات اللي عمرها ما غتسالي. الرجاء وداد ياك، بارسا وريال، والاسلام وباقي الدينات الاخرى. هذه النقاشات عمرها غتسالي حتى لنهايه اخر يوم في الارض يوم قيامه. المهم تلخر تل the end of the life. يمكنش دوري ابطال اوروبا of course ماتش تتابع انا نهار 23 ان شاء الله باير ضد البارسا، ونهار 27 كاين الكلاسيكو يا ربي نربحوهم بجوج. اللهم قوي ايمانك. انا فاش كنعاقب صاحبي بدا كيكذب عليا. شوف هذاك التبوحيد ديالك حيدك سد. الله يرحمه مسكين بعدا السيد مات. هذاك التبوحيد ديالك وهذاك الهضره الخاويه راني انا عندي عليها الدبلوم فهمتي والدكتوره من مؤسسه المعلم بوخبزه وانترناسيونال دولي. شوف حافظه كاع الكذوب هذا التوانس عالم. يا بنيتي والذين امنوا اشد حبا لله. شيخ صدقني نقرا قران اكثر منك. كتقرا قران اكثر منه. واللي كيقرا قران بعدا كاين كتكون عنده واحد الحكمه وثقافه كيعطيها ديال الله واحد الفتنه زوينه. كيفاش هذه دايره بحال هكا ومكياج العكره وهي براسها فتنه عامه سابعه فتن ومغطيه سته شعرها وجايه كتقول كتقرا قران اكثر منك؟ وعلى هذا الحساب كنتي كتقرا قران اكثر من داك الشيخ راك ما كتامنيش به، كتامنيش بالقران وداك الشيء اللي نزل الله على نورمالمون العيال حتى ما خصهمش يكونوا دايرين بحالكم. واحد كاز شيخ لا تذهب الى اماكن لا تعرف قيمتك وحق الرب. والله حتى هاد الكومونتير هذا صافي كيلخص كلشي. مهاكي ربعه ديال العيالات. جوز اربعه. اي وكلكم عايشين في بيت واحد. في بيت واحد. هو ليه اوضه لوحده. هو ليه اوضه لوحده. وانتوا بتناموا مع بعض ممكن في اوضه واحده. اليوم طبعا اللي هي الزوجه عليها العشاء بيومها هو ده اللي هي اللي هتدخل الاوضه عنده. بياخد اجازات هو ولا حاجه؟ هو مش شغال اصلا. ها؟ لا قولي تاني دي. هو مش شغال؟ لا هو مش شغال. هم اللي بيتكلمين عليكم. احنا اللي بنسرق. وات تكي داير ليه هذا مزوج ربعة العيالات وكيفاش بعدا بغا كيفاش زعما وافقوا انهم يتزوج كي دار الاولى وكيفاش قبلت به بانه لا خدمه لا والو ما يصرف عليها حتى شي حاجه باش دوز الاخرين حيت راه من الاولى كتبدا كلشي. دابا الاولى نورمالمون كخصها ما توافقش صافي ما توافقش يعني صافي غيبقى سيد بلا زواج غيدبر عاوتاني شي وحده اخرى ما تبغيش. كيفاش هادو جا عندهم بربعه للدار وحده ولا ما انا حبست لي عقليات خونا هذا وما خدامش وخدامين عليه هما بربعه هو جالس كيدير عليهم النوبه في الليل. دابا عاد عرفت علاش كانوا كيقولوا لينا غتجلس ولا غنديروا لك ديدي. شي نوز انا نو شي نوز. دابا عاد عرفنا. المهم اللي مفهمش هاد القصه وهاد البلان وهاد الشيء غنشرح لكم بواحد ستوري. اوكي شورت ستوري ملخص شويه. دابا هذاك دي اللي الناس عاوتاني كيلو عليه بوم الفيديوهات ديالي عليه في يوتيوب راه كنت في الحبس على قبل ان فهمتي كثروا عليه شكايات بزاف تورق ما بين كل شيء اللي هو انه لقاو عنده 1000 قنينه من زيت الاطفال في الدار ديالو او اكثر وكانوا داروا عليه شي تائعات اللي واقيلا صدقات بصح انا كنت كيتحرش به. جاستن بيبر في يامات ديالو باش كان عنده يلاه 15 عام راه ديالو يلاه البرايم تاع جاستن بيبر بدا كيبان في شغل هذاك بيبي المهم علينا. عاوتاني تحرش بشي روابا اخرين اللي ديجا كانوا تما باقيين صغار وهو البلان هذا بانه هو كان مرتبط مع بيونسي اللي واقيلا باقي مرتبط لحد الان مع طلق الله علم اليوم كيشوف هو شي وحده فاتتها ولا غتربح الجرامي كيمشي كيسبب ليها في المقتل ديالها شي مخطط شي لعيبه. وهذا المغني هذا اللي غنى هاد الديسك راه سميتو ديكول واقيلا راه هو اللي فهمتي 10 سنين هادي اللي حد الديسك وكان عطاه واحد يعني الاغنيه عنده واحد المفهومات خفيه اللي الناس ما فهموهمش حتى هاد العام هذا فين دابا تفشات هاد القضيه كامله ديال ديدي. المهم غنخليكم واحد
المقطع من شورت ستوري هو تسبب المقطع في توباك كان احسن رابور في حقبه ديال التسعينات وبيجي واحد خونا حتى هو المهم هذا عنده بزاف ديال القصص غير هو انا جبت لكم شي حاجه اللي بسيطه انا غنجبد لكم دابا تصاور واحد ستوري باش غتفهموا معايا مزيان هادشي اللي قلت شي دابا انصح لكم بحاجه بحاجه بلاش زيدوا بعدا كاين الصوت تلقى لي ناقصه هنا اوكي ها هو خونا ريسبيس ايليا عالية زعما سميتها هادي تاي كانت واحد المغنيه في واحد الحقبه اللي برايم ديالها كانت غتاخذ غرامي مشات ما بقاتش خدات غرامي ماتت ما ماتتش في حادثه عاديه لا ماتت في واحد الاكسيدنت هي وهادي دابا هادي تاي مغنيه اخرى هادي كانت غاده مع عشرانة سايقه الطوموبيل هي اللي كانت سايقه شي حاجه اللي ويردو في الاخر عوجت العجله ديالها وهي تدخل في واحد الشجره دفقوا كاملين ليفت اي مايكل جاكسون فكورس راه كاملين عارفين مايكل جاكسون عارفين كيفاش البلان تاع كيفاش المهم راك عارفين دابا نكمل يوتيوب تستقم حاسبان ولا عطينا شي علامه حمراء ما علينا او كندير لي السم ها هي بيونس سي هاي كاينه مع جيزي هذا جيزي خونا حتى هو معاش مع داك ديدي دونك راه جيزي اكثر واحد محقق الجائزة الجرامي فهمتي يعني قضيه فيها انه حتى اخواته التسع جانبا على هذا الشيء وهاد اللعيبه ولكن ديسك ناضي ريست بيس علي ريست بيس ليفت مايكل جاكسون اسي جاست اس سون از ات شي نوز انا متفق معاك شوفي غير الاخرين مات معوض لينا نورمالمون الوالده عارفه اليوم كنقرا الصباح نهار الاثنين على دي باقي كتقرا صحابني كتفيق على النبولي تجلس عباد الله وترجع عندها صوت ديال الشفارة واخا هي ما شفارت معوض لينا غنمشي نقولها معوض لينا تقول لنا باس انا عارفك معوض لك هادي الاستاذ يحيد لي النقطة تجيب لي من اللي ساعة تلقى اسم انا بات نتاقوك بانك انت معوضك بانك عايقو ونسكشي واحد خاص الصباح المشي قدوش يوقفوا على الدراري هي كتوقف عليهم واي واي شنو هادشي بيض ولا شنو هادشي قلب حبه كامله داي سوف ساين سينين اند نوت توكين كتغني نهار ثاني زعما كتغني وما كدويش انا صوت ناضي اخوان يسلك قوي وصل واحد النيفو هربان واقيلا كنظن ولا بحال الدريات كتشد مين كتشدهم ديك الحاله شو دابا انا كنسول واش غادي تقول لي مالك ما مالي والو بعاد مني او اللي هو حافظين انت هما اللهجه وديك الشيء ديال المغرب الاجوبه ديالو ايوا دي مالك باش جاي باش راه نادي 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 بلاتي بلاتي ما فهمتش دابا خصو يمشي حتى لهي وعاود يجري هنا وعاود يدير واو والله شوف تحدي ناضي هذا بالرجل شوف جا شي واحد يسيرك عاد قسم شوية هذيك حيد منادى حط 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 ضرب 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 شي تعكوس لي مطار صافي ناري ناري يجيبوا لك الجوع صاحبي واخا انت ما فكش الجوع يجيبوا لك الجوع هذا ياكلوا بشويه ناس واش دري باقي فيه الجوع
والله حتى ناضي براف ناضي هذا الانترتينمنت زوينه فهمتي ما كاين لا طايفه لا والو خارقين بيناتهم بيس اند لوف. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي نحبك وصاب من بعيد من بعيد ما نعيش معاك. وخونا جاي معول دير امبريلا مع بعدك عارف التسريبات كيطيحوا لي من الفوق. علاش ما يبدلوش الكرسي بلاصه؟ والله حتى الاخر برا. المهم الخوت نساليو مع هذا الفيديو هذا، كنتمنى انكم تكونوا ضحكتوا واستمتعتوا معايا شي شويه. المهم اللي كيشوفني اول مره تنسى واحد لايك سبسكرايب كومنت او 473. المهم علينا نشوفكم فيديو جديد. تهلاو راسكم بيزا سي.